أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله هذا المساء من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان حكومة هزيلة وأغلب الشعب أيضا هم هزيل. حقيقة يعني شعبنا أيضا يتحمل مسؤولية. يا أخواننا الأعزاء، يا أخواننا الأعزاء، المتقاعدين المتقاعدون رواتب مدى تكفي؟ يعني 500,000 دينار أبو العائلة وين يوديها؟ فهمونا، يقولون وين يوديها، وين يوديها وهو ما أخذ له سلفة؟ هاي صار 20 مرة نكتب بيها، حتى ملينا من الكتابة، ملينا من الكلام، من هذا الكلام اللي نحكي عن المتقاعدين، ملينا، كلش ملينا، ما حد يدي يستجيب. سياسيين، هسا احنا راح نتحدث اليوم على محورين. محور الاول المتقاعدين. زين، انا بس اسال الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والحكومه كلها، يعني دا ياخذون رواتب لو لا؟ دا ياخذون مخصصات لو لا؟ امتيازات عندهم لو لا؟ كل شيء عندهم، مخصصات وامتيازات وكل شيء عندهم. زين، كل شيء عندهم دا ياخذون، يعني ما حد مقصر وياهم ابدا، ولكن نقول يعني المتقاعدين مظلومين. زين، ليش يعني ما بيهم واحد شريف لا بمجلس النواب لا بمجلس الوزراء لا برئاسة الجمهورية؟ النفط بيت صار، فائض الميزانية وين راح؟ النفط على شقد كانت الميزانية وهسه على شقد؟ يعني واحد ما ادري منين نبدي، منين نحكي، ما اعرف، والله العظيم ما اعرف. يعني نقول حكومه هزيله، حكومه احقر ما خلق الله. اولهم رئيس مجلس الوزراء، انسان فاشل، انسان ما يستاهل تخليه موظف استعلامات، مع احتراماتي الموظف الاستعلامات، زين ما تخليه موظف استعلامات، ولكن شو تسوي؟ شو تسوي انت؟ ما تقول لي شو تسوي؟ هذا رئيس مجلس الوزراء. نجي على الموضوع الثاني، وهي المظاهرات اللي دا تطلع وتسقيط الأحزاب، يعني واحد يسقط الآخر. هسه مي خالف، أنت من التيار الصدري تريد تسقط السيد المالكي على عين الناس، شنو هتافاتكم يا قائد النشالة؟ شنو هاي؟ شنو قائد النشالة وفد هتافات؟ هتافات حقيقة جدا هزيلة، يعني هتافات جدا هزيلة، مو هتافات صحيحة. زين، ليش يعني؟ شنو هاي الهتافات؟ ليش انت عندك حزب، عندك تيار، عندك منظمة، عندك كذا، اطرح موضوعك، اطرح برنامجك الاقتصادي السياسي الاقتصادي الاجتماعي، اطرح برنامجك التعليمي، اطرح علاقاتك الدولية، شلون راح تسوي علاقات دولية مع دول الجوار ومع العالم؟ راح تنضم الى احد المعسكرين الغربي او الشرقي، او راح تكون مع عدم الانحياز؟ يعني اشرح لنا انت، مو يا قائد النشالة وما ادري شنو، وسب وشتم على المالكي، لو طلعون صورته ولازم خشمه وما ادري شنو. هاي مو طريقة للتسقيط يا جماعة، انتم تبقون طول عمركم زعاطيط حقيقة، خلي يزعلون علي الجماعة من التيار. زين، هاي تصرفات مال زعاطيط، تصرفات مال ناس جهلة، جهلة بمعنى الكلمة. انت رجل عندك سياسة، عندك حزب، عندك سياسة، انت عندك برنامج، قول يابا انا هذا برنامجي، والدعوة هم يطرح برنامجه، والمجلس الأعلى يطرح برنامجه، وفتح تطرح برنامجها، والسماوات تطرح برنامجها، والأرض. وذاك الوقت الناس تقرأ البرامج، تشوف السياسة، ياهو الأصلح تنتخب. هذا الشيء صحيح يا أخواننا الأعزاء. مظاهراتنا مو مثل بقية الأوادم، واحد يسقط الثاني وفشار وألفاظ بذيئة. زين، ليش هيجي؟ الناس، العالم يسمعنا، العالم من يسمعنا ينتقدنا، يقول شنو ذولا؟ شنو ذولا؟ ذولا شنو؟ شعب همجي حقيقة يحجون علينا، ونستاهل ايش يحجون علينا؟ نستاهل، لان شعب جاهل احنا. طبعا مو الاغلبيه، مو الكل، ما اقصد ان الشعب جاهل يعني كل شعبنا العراقي جاهل، لا، وانما الاغلبيه يعني حقيقه. انا اللي اشوفه يعني من خلال هاي المظاهرات، هاي الاحزاب،
أنا أدعو التيار وأدعو كل الأحزاب السياسية مو بس التيار أن يثقفون كوادرهم، يثقفون قواعدهم، حب الآخر. هاي ما عندنا مع الحب الآخر، إحنا لازم نحب الآخر، لأن الآخر هم عراقي. يجوز أنت هالسنة نجحت بالانتخابات وفزت، راح تألف حكومة، يجوز سنة الأخوة يفوز بعد 4 سنين، هو يفوز وهو يألف حكومة، وأنت تصبح تحت أمرته بالوزارات وبالبرنامج، ما البرنامج الاقتصادي أو السياسي، أنت تكون فرد من أفراد الجمهورية العراقية. يا أخوان، ما أريد أطول عليكم الموضوع وما أريد أتفلسف بالموضوع. للأسف الشديد حكومة فاشلة، رئاسات الثلاثة فاشلين، فاشلة الرئاسات الثلاثة، خاصة رئاسة مجلس النواب. شوف مخصصاتهم ايش قد، بدل إيجار 3 ملايين، يعني دا يكرفون بهالفلوس شيء مو طبيعي. أعضاء مجلس النواب، ما نقول سووا وما سووا، ما نقول مدى يشتغلون، لا، بس انتوا تعرفون هم شغلهم شنو. الآن مجلس النواب ما التفت للمتقاعدين أبدا. احنا نطالب أن يكون 800 أو مليون راتب المتقاعد والمستفيد، وراح نكرر مطلب من مطالبنا الحيوية والرئيسية، هو تخصيص ربع دولار على كل برميل نفط احنا نصدره. كل برميل نفط احنا نصدره ربع دولار، يعني 25 سنت. 25 سنت هواية؟ لا مو هواية. ليش بسلكم خيرات العراق، نفط العراق، ليش بسلكم؟ منو انتو؟ قولوا لي انتو الحكومة، الرئاسات الثلاثة، منو انتو؟ وشنو انتو؟ وشنو تسويتو؟ انتو سقطتوا النظام؟ انتو قاتلتوا من الجبال والوديان والسهول وجيتوا لبغداد؟ لا، خلف الله على امريكا 1000 مرة، خلف الله على بوش. زين، يلا يا اخوان، ما اريد اطول عليكم. احنا الان في حديقة او في مدينة سامسون في تركيا، حقيقة يعني قصة الاخوان والاخوات اللي دي يراسلونا يقولون نعم مكتب لنا عن المتقاعدين، والله عيشتنا ضنكة. قلت لهم يا أبا إن شاء الله أكتب لكم، ليش ما أكتب؟ تدللون وبطن عيني. يسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. كتبوا آراءكم واقتراحاتكم واشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك، ومن الشغلون الموضوع خلوا تليفونكم يكون أفقي مو عمودي. ومع ألف سلامة.